معالي الوزير، كيف ترون أن يكون لمجلس وزراء الصحة العرب يعني بيان موحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما القادم؟ لا، هو ده نظام قائم دائم، ان احنا لابد ان يكون هناك بيان موحد للدول العربية فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، يوضح فيه اهتماماتنا ويركز فيه على اهتماماتنا العامة ولا يهتم بجانب دون اخر. واحنا كل مرة بيحدد دولة والدولة بتضع زي مشروع كلمة وبتتم إرسال هذه المشروع الكلمة إلى كل دولة، بتضع بعض الكلمات أو بعض ما ترى فيها ثم يعاد صياغتها مرة أخرى حتى تكون دولة واحدة تتحدث بكلمة واحدة على الدول العربية، وده شيء جيد جدا وإحنا بنثمن عليه يعني. مع الوزير، إضافة للقرارات التي أقررتموها اليوم، كان هناك مشروع منكم مقدم فيما يخص الاهتمام بقضية الإدمان، كيف ترونها؟ هو طبعا أنا شخصيا بهتم بمشروع الإدمان جدا، حتى أن أنا زي ما قلت في الاجتماع أنا أرى أن هذا الموضوع موضوع أهم للغاية، لأنه لم يعد يتطرق لشريحة واحدة من المجتمع لكنه أصبح يصيب شرائح مختلفة بل أعمار مختلفة، فلابد من الاهتمام به من الآن حتى لا نفاجأ في المستقبل بأن احنا بنخسر شبابنا، أن شبابنا اللي هم هيكونوا البنية الأساسية لبناء المجتمعات المستقبلية للوسط المجتمع العربي. واحنا النهارده اذا تحدثنا على المستقبل لابد ان نهتم بالشباب في كل شيء، واهم شيء نهتم به الشباب هو صحته وتعليمه، واهم خطر ممكن ان يقع فيه الشاب هو الوقوع في براثن الادمان من صغره، حيث ممكن ان نفقده ولا يكون بذره طيبه قادره على الانتاج في المجتمع. الوزير، يعني حددتم فكرة الاهتمام بالإعلام الصحي، وندرك نحن الفريق العمل في قناة صحتي أنكم من الداعمين لقناة صحتي والعاملين فيها، كيف ترون الإعلام الصحي على مستوى الوطن العربي؟ وفي صحيح أن احنا تطرقنا إلى هذا الأمر في الاجتماع، وطلبت أن يكون هناك اجتماع دوري ما بين وزراء الصحة العربي ووزراء الإعلام انطلاقا حتى من إعلان الرياض، لأن الإعلام في الوطن العربي لا يهتم على الإطلاق بالوعي الصحي ويهتم فقط في الناحية التجارية ونواحي أخرى أكثر ضررا للمجتمع ليس الأكثر نفعا، ولذلك طلبنا أن يكون هناك اجتماع دوري ما بين وزراء الصحة العرب ووزراء الإعلام حتى يكون هناك توجه في نشر وعي صحي يساعدنا دائما في رفع مستوى الصحي للمجتمعات العربية المشتركة.